وخلينا ننتقل مع حضرتك لجريدة الوطن. وزير الخارجية يشدد على ضرورة وقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار في غزة ولبنان. استقبل وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية جون باس على هامش أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وبحث الجانبان التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط على ضوء تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني، حيث شدد وزير الخارجية على ضرورة تحقيق وقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار في غزة ولبنان وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب إقليمية واحتواء هذا التصعيد الخطير. أستاذ هاني، مشاركة هامة من جانب وزير الخارجية في اجتماعات الجمعية العمومية أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، والحقيقة اجتماعات هامة جدا على هامش هذا الاجتماع الهام، وأحاديث وزير الخارجية والهجرة بخصوص ما يحدث في لبنان وغزة. شايف ازاي فندم هذه المشاركة المصرية الهامة؟ هو اجتماعات الجمعية العامة في دورتها 79 التي تعقد خلال شهر سبتمبر الحالي بتأتي في ظل أوضاع إقليمية وأوضاع عالمية دقيقة جدا. العالم يقف على شفا حفرة من الأحداث التي قد تهدد مستقبل هذا العالم. عندنا ملفين مهمين جدا، ما يحدث في الشرق الأوسط وتحديدا جنون جيش الاحتلال الإسرائيلي والغطرسة الإسرائيلية واستهدافها للمدنيين في لبنان وفي الضفة وفي قطاع غزة، ولا يوجد رادع لتلك الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب في ساعة ثلث ساعة. الولايات المتحدة الأمريكية تغض البصر بل تشارك مع إسرائيل في اغتيال المدنيين الأبرياء وتدمير الأوطان العربية. شهدنا بالأمس الدعم الأمريكي المقدم لإسرائيل في ظل جرائم الحرب التي ترتكب. قدمت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا أو بالأمس دعم بالأسلحة ودعم مادي يبلغ قيمته 8 مليارات و700 مليون دولار لدعم إسرائيل، وهي تراها والعالم يرى جميعا حجم الجرم الذي ترتكبه إسرائيل في المنطقة. ده أولا. أما بالنسبة للملف الروسي الأوكراني فنحن نقف أيضا على شفا حفرة تهدد العالم أجمع بعد إعلان فلاديمير بوتين الرئيس الروسي عن نيته استخدام منظومة الردع النووي لإيقاف الدعم الغربي لأوكرانيا في ضوء ما يجري من متغيرات على أرض الواقع، وده بيهدد بانتقالنا لمرحلة تالية. كل هذه الأحداث تؤثر بلا شك على منظومة المجتمع الدولي وتؤكد أن كل المنظومات الدولية سقطت في هذا الاختبار الإنساني المهم جراء الجرائم التي ترتكب. اليوم الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية الدولية أو غيرها من المنظمات الأممية لا تستطيع أن تتخذ قرارا واحدا بردع هذه الجرائم التي تجري في فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي سوريا. ويعني ده ملف شديد الخطورة. الجميع يرى حجم الدمار وحجم الشهداء الذين يسقطون في كل لحظة، ولكن العالم لا يتحرك. أعتقد أن مصر في هذا الإطار بتلعب دور مهم جدا للحفاظ على البيت العربي وتماسك البيت العربي والدفاع عن قضايا العرب جميعا. مصر هي الدولة الكبرى والدولة التي تتحكم في معدلات أو مقدرات الأمور في منطقة الشرق الأوسط بحكم علاقتها الجيدة بجميع الأطراف، تحاول مرارا وتكرارا من خلال دبلوماسيات القوى الناعمة، الدبلوماسيات الحصان المصري الرابع أو الحصان الأسود، في محاولة تغيير العالم لنظرته تجاه الأشقاء في فلسطين وتجاه الجرائم الحرب التي ترتكب. مصر تحاول من خلال علاقاتها المتميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية أن تثني الموقف الأمريكي عن دعمه لإسرائيل، ولكن احنا أمام معضلة حقيقية. نجد في اللحظة الواحدة التصريحات المتناقضة التي تخرج
من القيادة الأمريكية سواء من الرئيس بايدن، تجد تصريحا متناقضا يخرج من وزير الخارجية بلينكن، تصريحا آخر يخرج من كيربي، جميع التصريحات تجدها متناقضة. في بعض الأحيان تجد يقولون أنهم مع وقف الحرب، ولكن في عكس ذلك يحدث هم يدعمون إسرائيل ويدعمون الغطرسة الإسرائيلية في الشرق الأوسط. مصر تحاول أن تبذل بكل جهدها بكل الجهد أن تقف هذه الحرب وتمد أيديها للعالم بالسلام، رسالتنا هي السلام. أعتقد أن الدور المصري مهم جدا في وقف آلة الحرب والعودة إلى السلام مرة أخرى، ونأمل أن نعود إلى السلام وتتحقق الرؤية المصرية ليعيش العالم مستقبل أفضل بدون حروب. صحيح.